التعليم العالي والبحث والابتكار يتسلم رسمياً الفك الأسفل لجمجمة أبل التي تم اكتشافها قبل جمجمة توماي، وذلك في مناسبة حضر السفير الفرنسي لدى البلاد. عمدة بلدية مدينة إنجمينة تلتقي بوالي ولاية الخرطوم بهدف تفعيل مشروع التوأمة بين إنجمينة والخرطوم، وذلك أثناء الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى العاصمة السودانية. المدير العام لشرطة النائب يترأس حفل تخريج 80 شرطيا تلقوا تدريبات حديثة ومكثفة خلال 6 أشهر هنا في العاصمة إنجمينة. المناسبة جرت بدار الشرطة الوطنية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجادية بحضور وزير التربية وترقية المواطنة أحمد غزالي أصيل. دشن وزير المالية والميزانية كريستيان جوردي جينباي مشروع تحسين نوعية المصروفات العامة في مجال التربية والتعليم، ويسمح هذا المشروع بمراقبة ومتابعة المعلمين في أماكن عملهم المختلفة. خليل حسن صالح. إن مشاركة المواطن في الاهتمامات العامة وتربية النشأ وتبليغ الحكومة عن أي تقصير من شأنه تدني مستوى التلاميذ ووضع مستقبلهم في خطر هو ما فكرت به وزارة المالية والميزانية من خلال تنظيمها ورشة لإطلاق مشروع تحسين نوعية المصروفات العامة في التربية والتعليم في تشاد عبر مراقبة المواطن لكافة المناشط خاصة كتلك التي تتعلق بالمدرسين. ممثل منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة نبه بأن الطفل التشادي رغم ما يعانيه من المشاكل الاقتصادية وسوء التغذية إلا أنه يرتاد المدارس وهو متعطش للتعليم، ومع ذلك فإن هناك نسبة 50% من الذين يكملون المراحل الابتدائية لا يجدون القراءة ولا الكتابة، وأن أولياء أمورهم يريدون الوصول إلى تعليم نوعي، مؤكدا أن منظمته ستعمل جاهدة مع الحكومة لتخطي حاجز الأمية وتوفير التعليم النوعي لأبناء الوطن. وزير التربية والتعليم وترقية المواطنة قال إن هذا المشروع يهدف بشكل أساسي لتحسين التعليم، وأنه سيستجيب لمتطلبات التوظيف الناجح والعمل على النقليات بصورة منتظمة للمدرسين. دور من المواطنين عشان هم يساعدوا الحكومة في المتابعة عند المدرسين. الحكومة عملت جهد كثير وقاعدة تعمل جهد كثير في المدرسين، وزي ما أنتوا لاحظتوا وشفتوا أي مناطق تمشوا قالوا مدرسين ما في. ليش؟ عشان كده للفائدة أنا أبنائنا قلنا لازم نستعمل التكنولوجيا الحديثة دي عشان نتابع المدرسين. أما وزير المالية والميزانية كريستيان جورج ديغامباي قال إن تنظيمهم لهذه الورشة التي تهتم بقضايا التربية وإدارة الشؤون المالية تدخل ضمن مساعي الحكومة إلى تحسين الوضع التربوي، وأن عملية مراقبة المواطن للأمور العامة يسهم في تنظيم الأنشطة وإدارة الأعمال من أجل تحسين وإجادة الإدارة بصورة عامة. وبعد افتتاح أعمال الورشة تم عرض بسيط لكيفية استخدام ومراقبة الأساتذة وتحديد أماكن أعمالهم باستخدام النظام الرقمي -978-15 شبكة، والحصول على المعلومات التي تساعد المواطنين والحكومة بضبط عملية التعليم في البلاد.